تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في روسيا مع إنهاء مجموعة فاغنر تمردها على السلطة الحاكمة وقيادات الجيش بعد وساطة بيلاروسية. لكن ثمة أجواء سياسية في الكرملين يرى البعض أنها لن تعود كما كانت عليه قبل ليل يوم الجمعة الماضي، إذ قد يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارات تحدث تحولات في المشهد برمته. فكيف إذن غير تمرد فاغنر من خارطة المقربين من الكرملين والتحالفات بينهم؟ وهل يمكن أن تشهد روسيا تغييراً في قيادات الجيش؟ أيضاً ما هي حسابات الربح والخسارة لبوتين وقائد فاغنر وقادة الجيش الروسي؟ هذا ما سأحاول أن أناقشه مع ضيفي، معي من موسكو الأكاديمي والدبلوماسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف، أيضا من موسكو معي الأكاديمي والباحث السياسي رولاند بيغاموف. أهلا بكما ضيفي الكريمين. سأبدأ معك أستاذ فيتشيسلاف، وربما أنطلق من آخر سؤال، حسابات الربح والخسارة، ماذا الآن وهل يمكن التنبؤ بما سيأتي؟ خلاف بين مجموعة فاغنر وهي شركة خاصة شركة مسلحة خاصة وعندها خبرة قتالية في أفريقيا، في سوريا، في بعض المناطق العالم الأخرى. وطبعا عندما بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا انضمت إلى صفوف الجيش هذا شركة الخاصة. القيادة العسكرية كالمعتاد تعتمد على اندبات وخط اتخاذ القرارات واحد، قائد واحد، وكل ضباط لازم ينضبطوا الى قرار الرئيس. صار مشكلة خلاف بين مجموعة فاغنر ووزارة الدفاع على مستوى وزير، وصلت إلى هذا الخلاف إلى مستوى الخلاف ليس فقط الإداري أما الخلاف السياسي، لأنه مكان مجموعة قوات خاصة في جيش روسي ما كانت مسجل في أي أوراق رسمية وحتى في دستور، ولذلك محاولة أن يندمج فكرة المشاركة شركات خاصة في عملية عسكرية التي تأخذ اقترارها الدولة أثارت هذا نزاع الذي تطور في نهاية المطاف إلى الاصطدام المباشر بين قوات النظامية وتابعة لوزارة الدفاع وشركة الخاصة. يعني هذا مشكلة لا شك ليست صدفة، ولكن عندما أصبحت هذا مشكلة على سطح كانت من الضروري يغطي هذا المشكلة. طيب، ولكن هل غطاها أستاذ فيتشيسلاف من خلال نتائج على الأقل؟ هل يمكن أن نستقرئ في الدروس المستخلصة، أو كيف خرج كل طرف من هذا الامتحان غير المسبوق حقيقة؟ لأنه إذا ما تحدثنا عن فاغنر وتحديات ومشاكل دمجها كان من وراء إقدامها على هذا التمرد، هي كرست العكس حقيقة، لأنه الآن بات بريكوجين وكأنه في منفى مفروض عليه ببيلاروسيا، لم يعد مقبول في الأراضي الروسية. فيما يتعلق بالأطراف داخل المجموعة وفق الاتفاق الذين لم يشاركوا في التمرد، سيتم يعني توفير عقود معهم مع وزارة الدفاع، وبالتالي هذا ما كان حتى قبل التمرد. ما الغاية من هذه المغامرة إذا كان العكس هو الذي حدث؟ أولا لازم نفهم أن شخص بريغوجين هذا الشخص المدني، هذا ليس الشخص العسكري، هو ليس ضابط بتربية بوجوده
ولذلك هو قائد مجموعه مسلحه خاضت العديد من المعارك في اوكرانيا وغيرها، وهو يعني حتى خلال استقباله بالامس للنائب وزير الدفاع وكذلك نائب رئيس الاركان، هو اللي كان مسلح ويلبس الزي العسكري. طبعا وجوده على راس الشركه التي تختص بالعمليه العسكريه لا شك أن هذا أمر غير عادي بالنسبة لظروف الروسية. ما كانت أي تجربة سابقة في روسيا، وفقط أخذوا المثال من تجربة الأمريكية بلوك بلاك ووتر أثناء الغزو الأمريكي على العراق. وطبعا دور الشركات الخاصة في عمليات العسكرية مثل عملية عسكرية أمريكية في العراق، لا شك أن هذا كانت في أطار القيادة العسكرية عامة وليست هذا عملية عسكرية خاصة إلى شركة خاصة وعملية عسكرية تابعة للجيش النظامي. هذا تجربة مع الأسف الشديد أكدت خلال المعارك الأخيرة أنه مشاكل لابد منها. يعني هذا النزاع الشخصي وطلب على الإصرار من قبل. طيب أستاذ فيتشيسلاف، يبدو أن فقدنا الصوت معه من مصدر، وهنا سأريد أيضا أن أتحول بكل الأحوال إلى أستاذ رولاند بيغاموف لأستقرئ معه المشهد. هل يمكن أن نتوقع ما يمكن أن يحدث، ما يمكن أن يقدم عليه الرئيس الروسي في هذه المرحلة، على الخصوص وهو يواجه أكبر تحدي ربما له وهو موجود على السلطة بشكل غير مسبوق؟ هو قدم ربما العفو لبريغوجين، لكن المعروف على بوتين أنه لا يغفر الخيانة، انتقادات متصاعدة لوزارة الدفاع ولهيئة الأركان، لكن مختلف القراءات تقول أنه لن يقدم عليها أقل الآن، وذلك حتى لا يبدو وكأنه قدم تنازلات لبريغوجين. ما الذي تتوقع أو يمكن أن نتوقعه من بوتين الذي واجه تحديا في سلطاته أستاذ رولاند؟ أسئلة وجيهة، ولكن قبل كل شيء شكرا لاستضافتي، ويسرني أيضا المشاركة على الهواء مع أستاذي الكبير السيد فيتشيسلاف. الآن بالنسبة للسيناريوهات المختلفة، هو صحيح يجب القول أن روسيا مرت هذه الأيام عبر تجربة كراش تيست، يعني اختبار القوة، وخرجت من هذه الأزمة برأسها المرفوع رئاسة وشعبا وقيادة. والآن لدينا مختلف سيناريوهات لتطور الأحداث، ولكن أنا أستبعد إعطاء التقييمات السريعة لتطوير الأحداث التي تبني على الأمنيات وأحلام بعض القوى، وخاصة القوى الثالثة التي كانت تشارك في هذه الأزمة بكل قواتها الإعلامية. سمعنا الكثير، ولكن يجب أن ننظر إلى مخرجات هذه الأزمة. أولا، هي انتهت دون إراقة الدماء. ثانيا، بريغوجين سينتقل إلى بيلاروسيا. ثالثا، هناك الضمانات، والضمانات بالمناسبة كانت منذ البداية عندما توجه رئيس بوتين للأمة لم يذكر أسماء بريغوجين أو شويغو أو جيراسيموف، وكان بكل لطف ويتحدث عن الإنجازات المنتسبين لشركة واغنر، وهذا لعب دورا كبيرا. فلذلك هناك العفو بالنسبة إلى أعضاء الشركة، وهناك الآن ما نعرفه هو 100% هو وقف القضية الدعائية التي تم رفعها ضد بريغوجين من قبل لجنة التحقيق الروسية. يعني القضية على المستوى القانوني انتهت. الآن لننظر إلى المستوى الجيوسياسي. الانتقال بريغوجين إلى بيلاروسيا أنا أعتبرها خطوة قوية جدا من وجهة النظر الجيوسياسي،
سياسية وجيو أسكرية. علما بأن الجيش البيلاروسي عدده قليل جدا، هناك 60,000 فرد، وقدام هذا الجيش هناك الخطر، هناك الجيش البولندي قوامه 300,000 مع تطلعاته التوسعية للاستفادة من كل هذه الظروف وإيادة أراضي بيلاروس الغربية وأوكرانيا الغربية. أيضا الخطة التوسعية البولندية موجودة والجميع يعرف عن ذلك. هناك دول ناتو، دول بلطيق من شمال، وتواجد فاغنر رئيس أو مؤسس فاغنر لا يزال لديه مكان في المشهد الروسي، هل سيكون له دور؟ لأن البعض يقول حتى تهديده لم ينتهي، حتى وإن كان موجود في بيلاروسيا لدينا عدد من التقديرات الغربية بطبيعة الحال لتقول أنه هذا يمكن أن يكون إصلاحا قصير الأمد ولكن ليس حلا طويل الأمد. أصوات تقول أنه طالما لديه نوع من الدعم سواء داخل قواته أو ربما عدد من الأصوات أو القوميين أو الشعبويين فهو لا يزال يمثل تهديدا. هنا يجب أن نشير أن بعض عودة بريغوجين إذا صح التعبير، عودة إلى الرشد وانسحابه وبتوبته إلى قدر ما، هو عبارة عن اعتراف بأخطائه، وهو تصرف كرجل الذي يفكر في مستقبل وطنه. بلا شك لا أحد يجرد بريغوجين من جنسياته الروسية، وهذه المشكلة الآن تمت تسويتها للخير ولمصلحة جميع الأطراف التي شاركت فيها. أولا الرئيس بوتين أثبت مرة أخرى أنه يتمتع بقدرة وبمهارة عالية لتسوية الأزمات حتى إلى مثل هذا النوع. لا أحد كان يتوقع أن يتم انتهاء الأزمة بمثل هذه السرعة. ثانيا الآن عنده القوات فاغنر في بيلاروسيا، هذا عامل الردع لأي تطلعات غربية، لأن لا أحد يستبعد نشوب صدام مباشر مع دول الناتو. والآن في بيلاروسيا هناك السلاح التكتيكي الروسي النووي يقابل السلاح الأمريكي في 5 دول أوروبية منها ألمانيا. وهناك الآن أيضا بيلاروسيا أصبحت مقرا رئيسيا لتواجد رئيس شركة فاغنر، وهو أيضا عامل الردع عسكريا. أيضا مدينة كييف عاصمة أوكرانيا قريبة من الحدود البيلاروسية جدا، وتواجد قوات فاغنر هناك لا تسمح لأي بدي أي نشوب أي صراع مباشر بين بيلاروسيا وأوكرانيا. علاوة على ذلك ازدادت الضرورة القوات واغنر ممكن تخرج من بيلاروسيا وتتجه شرقا وتحمي المقاطعات الروسية مثل مقاطعة بيلغراد ومقاطعة بريانسك التي قريبا جدا من بيلاروسيا وقريبا من الأراضي الأوكرانية متاخمة. وحيث نشهد أننا هناك الغارات الأوكرانية دائمة. إن كان هناك دلالات ل يعني توجه أو يعني وفق هذا الاتفاق أنه أن يكون بريغوجين في بيلاروسيا، أستاذ فيتشسلاف يعني تتفق مع هذا الطرح؟ لأنه هذا يجعلنا ويجعل العالم كله يتساءل عن مستقبل مجموعة فاغنر نفسها، وهل سيكون دور لبريغوجين من عدمه فيها، خاصة إذا تمت عمليات التعاقد مع وزارة الدفاع. هذا يعني أنه في معركة حتى شويغو بريغوجين الكفة مالت لصالح شويغو، وهذا يجعلنا نتساءل ربما أسئلة كثيرة عن هذه المآلات والقوات التابعة لفاغنر نفسها، هل ستخضع لهذه القرارات أم تدين بالولاء لبريغوجين؟ نعم أستاذ فيتشسلاف. طبعا مستقبل مجموعة فاغنر واضح تماما، هي أكدت للجميع في روسيا وفي خارج روسيا أنها قوة ضاربة ناجحة
واثناء المعارك بخمود أرتيومسك هي عمليا كانت تواجه الجيش الاوكراني مباشره، وانتشرت في هذه المعارك في بلد واحد بخمود، ولذلك عددها 30,000 او يمكن اكثر يمكن يزيد، تبقى قوة الضرورية مفيدة للجيش. ولكن هذه القوة باتت تهدد الدولة الروسية، أو انقلبت على الدولة الروسية في يعني تحدي غير مسبوق ومشهد غير مسبوق من التمرد، وفي مسيرة متوجهة إلى موسكو لولا هذا الاتفاق. يعني حتى البعض يقول أنه بوتين وإن كان ربما قدم ربما التنازلات من أجل حفظ الدماء من خلال هذا الاتفاق وتقديم العفو على من تمردوا بما فيهم بريغوجين، هو لا يغفر ولا يتقبل هذا الأمور، وبالتالي علينا أن نتوقع منه الشيء الكثير في المرحلة المقبلة. المرحلة المقبلة سوف يقرر يعني قرار النهائي لرئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين بالنسبة لي كيف يطبق ويحقق طلبات واغنر بريغوجين لوزير الدفاع الروسية، لأن حتى الآن يوم الأحد اليوم غدا يوم الاثنين وفي إشاعات في موسكو أن بوتين يجتمع مع القادة العسكريين في موسكو، وهذا اللقاء سيكون مهم لأن بوتين لأول مرة سوف يبرز لكي علنيا يأخذ قرارا ما نتيجة لهذه الأزمة في داخل الجيش الروسي، وهذا أمر ضروري برأيي أنا. وطبعا مصير وزير الدفاع سوف يقرر في خلال هذا الاجتماع، لأن أحد طلبات واغنر بريغوجين كانت إقالة وزير الدفاع من منصبه وكذلك رئيس أركان الحرب جراسيموف، وكل هذا مسائل لحتى الآن معلقة، ولا أحد الآن يستطيع بدقة ينبأ أي قرار يأخذه بوتين كرئيس الدولة كقائد العام لقوات مسلحة الروسية، مفتاح في يديه. وكما قال بيسكوف رسميا أن فاغنر أكد أنها مجموعة مفيدة لهذه المعركة الجارية في أوكرانيا. للأسف انتهى وقتي، فاعذرني الأكاديمي والدبلوماسي السابق فيتشيسلاف ماتوزاف، شكرا لك. شكرا لك أيضا الأكاديمي والباحث السياسي رولاندا بيغاموف.